أما الأمرين اللي لغيركم فما هما؟ الأمر الأول أيها الأحباء، لا ننشغل بالتفتيش عن الأخطاء وكشف أصحابها، يعني نحن نصبح مجرد نقاد، يعني نحن إيش يهمنا؟ تعالوا ندور هذول الجامع الفلاني إيش عم يصلوا تراويح، مستعجلين كثير، مستعجلين الجامع مستعجلين، هذول الله يصلحهم، هؤلاء يصلون 20 خالفوا السنة، هؤلاء يصلوا 8، هذول منين جابوا لنا 8؟ مشكلة الأمر، هؤلاء انظر إلى بيت فلان، انظر إلى الشيخ الفلاني، انظر إلى الجماعة الفلانية. أيها الأحبة، في رمضان نحن لسنا نقاد، نفتش عن الأخطاء ونكشف أصحابها لذات النقد والتعرية، إنما نحن أيها الأحبة نبحث عن الأخطاء ونفتش عنها من أجل أن نصحح هذه الأخطاء وأن ننقذ الناس مما هم فيه، ونسدل ستر رحمتنا أوله رحمة على هؤلاء العباد. فهكذا انظروا إلى هؤلاء الناس. الأمر الثاني الذي يراد منكم في رمضان تتعاملوا به مع عباد الله، وين ما التفتتم، في عملكم، في بيتكم، في الشارع، في المساجد، مع الملتزم، مع غير الملتزم، مع المتردد، مع الجميع. الأمر الثاني أيها الأحبة، نحن لا نريد أن يشغلنا الهجاء عن البناء، لا نريد أن يشغلنا الهجاء عن البناء، ولا توصيف الداء عن الدواء، واضح؟ طبعا وهذه غير الأولى، قد تقول هي معنى، لا ليست واحدة، الأولى تفتش عن الأخطاء لكي تكشف أصحابها، إذن يكون الهدف المعايرة ومجرد أن تتهم الناس ما هم فيه من ذنب، وهذا ليس هو منهج العمل. الأمر الثاني، أنا لا أكتفي بمجرد الهجاء أو معرفة الخطأ، يجب أن أسعى إلى البناء، وأن لا أكتفي بتوصيف الداء. ماذا أستفيد، ماذا أستفيد المريض إذا وصفت له داءه ولم أعطه دواءه؟ إذن يجب أن تحمل دواءك، يجب أن تحمل عدة بناءك وتتحرك لإعطاء الناس الدواء. أنت افتح فمك، خذ مرضك كذا، أنت مرضك في قلبك، أنت في عقلك، أنت في فكرك، أنت في فهمك، أنت في نفسك، أنت في أسرتك، أنت في دينك، أنت، وهكذا تعطي لكل إنسان دواءه الذي يحتاج بعد أن وصفت الداء. أو بأنك لا تكتفي، شوف العمارة مخربة، شوف صرح الأمة مهدم، شوف المساجد أدوارها معطلة، الأسر مفككة، اسعى للبناء، ابن الأسر بتعاليم الإسلام، فعل دور المساجد بتوجيهاتك اللطيفة الطيبة من خلال القنوات الأخوية، تحرك وابني أيها الحبيب، ابن الشباب، ابن الصغار، ابن الأطفال، حاول جاهدا أن تحمل أدوات بنائك وتبني في كل حركة وسكنة. إن فعلت هذا في رمضان، تلك التي لك والتي لغيرك، فوالله ستجد أن هناك خيرا عظيما، وستجد في الناس يعني تقبل غريب وعجيب أيها الأحبة.